يقول الله عز وجل في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تخاطبوه باسمه المجرد كما يخاطب بعضكم بعضا، ولكن احترموه ووقروه واختاروا في مخاطبته ما يدل على تشريفه وتوقيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا يا رسول الله، يا نبي الله. وقال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يبجل، وأن يعظم، وأن يسود.